السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا. نعتذر على التأخير، لأنه كان فيه خطأ تقني، والآن الحمد لله تعدل. حياكم الله جميعا في نادي كتاب صوم، أنا أخوكم علي الحسيني. نبدأ الآن في مناقشة، هنا نبذة بسيطة عن مبادرة صوم. مبادرة صوم هي مبادرة غير ربحية، الهدف منها زيادة الوعي في المجتمع. ابتدأت 2015، هي انشأت لمساعدة الأسر على التخطيط المالي الشخصي، تقدم يعني دورات واستشارات مالية للأطفال والعائلة. أهدافها المحافظة على الطبقة المتوسطة ورفع مستوى الوعي والادخار في المجتمع، أيضا الاستثمار. أنا أخوكم علي الحسيني، سعيد بوجودي بينكم، إن شاء الله يعني نقضي وقت سعيد مع بعض ونتعلم من بعض، ممكن إن شاء الله كذا فترات وقت النقاش نستطيع نوقف شوية وندردش مع بعض ونتعلم من الخبرات من بعض. طيب، الكتاب حلو، يعني اسمه 21 صفة للثروة، أجذب إليك الثروة التي تستحقها. الكاتب اسمه بيجي ماكول. هي فكرة الكتاب أنه يحاول تكتشف إيش الصفات المشتركة ما بين الأثرياء، وإيش هي الصفات المفروض الغير أثرياء يكتسبونها عشان يحفزون الثروة أن يعني تكون من نصيبهم. وأنه كثير من الناس يعتقد أن الثروة بعيدة المنال، أنه في صعب أنه يكون يعني ثري، ولكن في صفات معينة ومشاعر معينة إذا كانت موجودة عندك، غيرت المايند سيت أو طريقة التفكير تبعك، بإذن الله راح تحصل على الثروة وتكون مغناطيس لهذه الثروة. الكتاب بشكل عام جميل، ولكن يعتمد كثير على يعني خلوكم تشوفوني شوية، يعتمد الكتاب بشكل كبير على قانون الجذب. وأنا كذا عندي قناعة عن قانون الجذب، ما مقتنع 100% فيه وماني ضد 100%، ولكن أنا أقول إن قانون الجذب أقرب ما لنا نقول هو حسن الظن بالله. أنا عندي ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالإنسان إذا كان متفائل ومنفتح المشاعر ومتقبل للفرص وإيجابي، في الغالب حياته تكون إيجابية. وتعرفون كلكم قانون 10-90، إنه حياتك 10% أحداث خارج عن إرادتك و 90% حسب ردة فعلك. فكل هذه الكتب والأشياء تتكلم عن قانون الجذب والذبذبات وكذا، إحنا كمسلمين نشوفها بطريقة أخرى. أنا أتقبل كثير من الكلام هذا بالأسلوب اللي قلت لكم عليه قبل شوي، اللي هو حسن الظن بالله، أنه الإنسان لما يكون إيجابي ومنفتح على الفرص يعني يستطيع السبيل من الفرص اللي قدامه. لكن الكتاب هنا مركز على أنه في 21 صفة، وحاط نهاية كل صفة توكيدات معينة يطلب منك أن تعيد هذه التوكيدات 3 مرات باليوم. حتى التوكيدات أنا ما يضدها 100% إذا كان فيها نوع من إعادة برمجة العقل الباطن لتغيير بعض الأفكار عندك، وهذا أسلوب يستخدمه كثير من المؤمنين بالNLP والبرمجة اللغوية العصبية. طيب، هذا الكتاب زي ما قلت تكلمنا عنه الآن، في 21 صفحة، هذا هو الكتاب تقريبا، هذه هي المؤلفة مارين توابا. باخذكم كذا لفه مع الكتاب، ممكن اي حد يبغى اعطي له المايك، يعني اذا كان في حد قرا الكتاب ويبغى يعني يشارك حياه الله، بالعكس حلو ان احنا نتبادل الخبره. طيب، خلونا نشوف الصفه الاولى. عجبتني كذا الصفه الاولى، فيها نوع من يعني خلينا نقول كلام عميق حلو، انه اول شيء لازم تؤمن انه انت ثري بالفعل. وكلام المؤلفة أنه أنت ثري بالفعل، كانت تقول أنه الثراء ترى بس مو بالمال، يعني ممكن أنا كانت تتكلم ممكن أجيب قطعة الذهب وحطها في إدارة أموال، أو مثلا ممكن الـ500 هذه أو كذا أحطها على المكتب كان أي ورقة. تقول الثراء الأصلي
والثراء المهم هو الثراء العاطفي وثراء الأسرة والدفء الأسرة والصحة، وتحاول أن توسع مفهوم الثراء عندك بوجود أسرتك وأصدقائك. أيضا لمست شيء مهم جدا، تكلمت على أنه العقل أحد يعني خلينا نقول مصادر الثروة المهم، وضربت مثال حلو عجبني، أنه كان في تمثال قديم في معبد كبير جدا مصنوع من الطين، وأنه أحد اللي اكتشفوا هذا التمثال كان مؤمن جدا بأنه هذا التمثال غالي وثمين، وكان لازم يقولوا عن طريق البحر، جابوا رافعات كبيرة، تمثال ضخم، كان خايف جدا على التمثال أنه يتكسر أو يتصدع أو كذا لأنه مصنوع من طين. فأثناء رفع هذا التمثال فعلا تصدع وابتدى يتساقط الطين من عليه ويعني يتحطم ويسقط منه. أثناء ذلك لاحظ أن في شيء يلمع داخل هذا التمثال، فحصل التمثال أصلا مصنوع من الذهب، وكان هذا الطين المحطوط كنوع من يعني تمويه أو إخفاء الذهب. وهذه القصة رمزية استخدمتها المؤلفة لأنه الإنسان داخله فيه مناجم ذهب، اللي هي مهاراتك، تفردك في العالم، طريقة تفكيرك. وكانت تقول يجب أن تبحث داخلك ما هو الشيء اللي يميزك عن العالم، ليش أنت موجود في هذه الدنيا؟ إحنا كلنا موجودين في هذه الناس سبحانه وتعالى، بس كل إنسان يختلف عن الآخر بإعمار الأرض وطريقة تفكيره ويعني مشاعره ومهاراته. فكانت المؤلفة تتكلم يجب أن تحاول تكتشف هذا الشيء داخلك، عشان كذا إحنا لازم نشجع اللي حولنا، أصدقائنا وأحبابنا وأولادنا ومن نحب وإخواننا كذا، إنه يكتشفون أنفسهم ويتعرضون لخبرات كبيرة عشان يستطيع يحصل منجم هذا الذهب اللي يستطيع يصنع منه ذهب. وشفنا كثير من التجار والأثرياء غير متعلمين ولكن عندهم مهارات أحسن من التعليم، واستطاعوا يعني ينجحون. شفنا كثير مشاهير السوشيال ميديا كيف حاولوا يصلون تميزهم ويعرضون محتوى نادر ويطلعون بهذه الثروة. فكان الهدف المؤلف ان انت تبحث عن الثراء مو بس في المال، في اشياء اخرى مميزه فيك او في العالم، وفي بالكتاب راح يجي لنا امثله كثيره. طيب نبغى نشوف الان، كانت الصفه الثانيه انه انت يجب ان تكون تستعد على الاستغناء عن الشيء كله حيقودك هذا الامتلاك كله. ما اعرف اذا انتم يعني فاميليار او سامعين عن المثل اللي كان يقول اللهم اجعل، كان في ناس يقولوا او يعني رب اجعلها في يدي ولا تجعلها في قلبي، انه المال يكون في يدك مو في قلبك. كثير من الناس تكلموا عن موضوع التعلق بالمال او التعلق بالاشياء، وان الانسان يتعلق بشيء يفقده. حتى في العلاقات اذا كنت متعلق جدا بشخص معين او حبيب او قريب او صديق او شيء، في الغالب تفقد التعلق الزائد، يجعلك تفقد الاشياء. فيقول لا تتعلق بالمال بشكل كبير، ولكن اجعل يعني عندك استعداد لفقد الاشياء حتى تحصل عليها. واحطت هي يعني مثال انه فكر بالثراء على انه زي فصول السنه، انه احيانا يجيك شتاء وربيع وكذا، فعادي انه تكون احيانا غير ثري في اوقات معينه، لكن يجب ان يكون عندك اعتقاد داخلي انه تستطيع تكون ثري في اي وقت، وانه هذا نوع من الاستعداد للازدهار. كانت تقول انه في فت هي كانت تشتغل مستشاره في مجال معين، وكان هذا المجال معروف ببطء تسديد فواتير العملاء. فكانت دائما، كان في شخصين يشتغلوا نفس المجال، في حد كان دائما خايف او بانيكينج، دائما مو قادر يعني، كان يضغط على العملاء ويدفعوا لي بسرعه وكذا، فصار يعني ما تقبل هذا الامر وما تعرف على طبيعه الاموال وانها تجي وتروح وتتاخر وكذا، ففقد كان فشل. لكن الشخص الاخر كان حاول يتعامل مع هذه المشكله، وصار يخزن بعض من الاموال او يدخر بعض الاموال للاوقات الصعبه، وصار ايضا يخفض التكاليف لمن يدفع اولا، واللي يتاخر ياخذ عليه انترست، يعطيله خدمات جيده وكذا وفوائد. فاستفاد وقدر يتعامل معها وتعامل بهدوء،
واستطاع ينجح. فهذا الكلام حتى يعني على حياتك يجب تقبل ان احيانا انت اليوم ما عندك مال او ما عندك ثروه، بس راح تجي، وهي يعني تحتاج ان تنتظر بعض الوقت حتى تاتي الثروه. طيب ايضا تكلمت الكاتبه عن انه مصادر الثروه غير محدوده، وأنه يجب أن نحن نعتقد ونؤمن أن مصادر الثروة غير موجودة. وإحنا كمسلمين نعرف أن الله سبحانه وتعالى كريم، وأنه لا حدود لكرم الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا فتحت عليك الدنيا تنفتح يعني على مصراعيها، وأنه وشفنا قصص كثيرة ونعرف ونؤمن بقصص كثيرة كيف في ناس كانوا فقراء فقر مقدع بعدين الله غناهم غناء فاحش. وذكرت قصة جميلة عجبتني، انه هي كانت في احد الكورسات جابت معها مصباح علاء الدين واعطت المتدربين معها وقالت يلا كل واحد يعني يتمنى ما يريد، واسكتت وجلست على جنب وصار ياخذون مصباح علاء الدين بينهم ويعني يحاولون انهم يتمنون. فكان غريب كل من واحد يتمنى ثلاث امنيات وبدا يمشي. لما خلصوا من السايكل هذه واللفه قالت هي انا ما قلت لكم ثلاث امنيات فقط، انتم افترضتم في ثلاث امنيات، ما في احد منكم حتى تمنى ان يكون عنده عدد لا محدود من الامنيات. فالفكره من هنا انه احنا دائما من نقف عائق بتخيلنا ويعني ورزقنا ومصدر الثروه، نتوقع دائما لها حد، وان دائما احنا نحد انفسنا، وانت الانسان اللي تحد نفسك عن الفرص. فيجب أن تكون منفتح على الفرص وتسأل شيء كبير وتطلب من الله، يعني الله كريم تستطيع أن تطلب منه أشياء كبيرة وتتمنى أشياء كبيرة وتعمل عليه، مو حلم بس لكن أيضا تحاول تعمل. فعجبتني فكرة مصباح على الدين، أنا لو جاني مصباح على الدين راح أحط 300 ما أعرف ليش بس كذا وي بروجرامد، لكن لو كان الإنسان عود نفسه على أنه يطلب أكثر سيحصل على أشياء أكثر بإذن الله. طيب الصفة الرابعة كانت تتكلم عن العطاء، وأنه العطاء كثير من الحياة، وأنه يجب أن نعتقد أنه فيه الناس يعطون وفيه إمكانية عطاء وأن العطاء لا ينتهي، وأنه يجب أن ترغب في يعني الثراء وتعتقد أن الحياة فيها هذا الثراء ولا تستكثر عن نفسك، ونفس الوقت لا تتوقع أنه صعب أن أنت تكون فيه. عجبني انه كان في بنتين بالقصه رايحين عندهم، طبعا تعرفون عندهم البرايم وحفلات ما قبل التخرج، وكل واحده تنتظر انه يكون عندها حبيب ويعرض عليها تخرج معاه ويلبس لبس حلو، وغالبا هو اللي يدفع هذا اللبس. فكانت نفس المؤلفه تقول انه راحت هي وصاحبتها، وكانوا صاحبتها قالت بنروح نشوف فساتين حقت مصممين وغاليه جدا. فسالتها معك فلوس تشتري؟ قالت لا ما معي فلوس بس خليني اجرب، يمكن بكره حد يطلب مني وكذا واصير مستعده واخذ الفستان واطلع. المؤلف راحت معها بس رفضت انها تلبس، وحست انه هذا الشيء استكثرت هذا الشيء على نفسها. ما لبست الفساتين الغاليه وحقت المصممين، وكانت تقول ما حد حي يعني يطلع معي ولا حد حيطلب مني ولا حد حيدفع لي، ما عندي فلوس. سبحان الله فعلا اللي جربت الملابس في حد سألها وكان يبغى يطلع معها ودفع لها حق الفستان الغالي وانبسطت، وهي المؤلفة ما حد طلب منها انه يطلع معها وما حد دفع لها ثمن الفستان. فاحنا زي ما قلنا انه خلينا نقول يمكن قدر مربوط بالمنطق، المنطق اللي بيتكلم تخيل اشياء حلوه وتكون متفائل. وكلنا نعرف قصه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني زار المريض رجل كبير وقال حمى تدور، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله يطمن على خير ان شاء الله تروح تنمو لله وما نكيد حمى تدور، مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالانسان يجب ان يكون منفتح على الحياه ويتوقع من الحياه كل شيء. أنا شفت ظاهر في فاطمة رفع يدها، تفضلي فاطمة المايك معك، حياكم
ممكن فتحت الظهور سوري نفتح الفاتحة. تفضل يا فاطمة. يبدو الاختفاء ويكون رفعت يده بالغلط فاتس اوكي مكمل. خلينا نقول انه فانت لا تتوقع من حياه العطاء يعني تتك على الله سبحانه وتعالى توقع ان الله سبحانه وتعالى خير وتجرب يعني. لا تستكثر عن نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. مساء الخير استاذ علي. اهلا وسهلا وسهلا نور. الله يعطيك العافيه. انت قلت تبدا الدور الساعه 9 الان الساعه 8. لا احنا ننتهي المفروض نبدا 7:30 وتاخرنا شويه وابتدينا. ايه ما شاء الله تبارك الله عودا حميدا ان شاء الله. الله يحفظك. اهلا وسهلا. الله يسلمك ان شاء الله. طيب ايش الكتاب عنه عشان ابغى يعني اشوف فكره عنه. طيب احنا تكلمنا عنه هذا يتكلم عن 21 صفه للثراء. هذا هو الكتاب ويتكلم كيف الانسان يعني طبعا يكون تمر مضروبه 21 صفة للثروة ويتكلم عن الإنسان كيف يجذب الثروة له وإيش المشاعر المفروض يتحلى فيها وكيف يجذب الثروة لنفسه بإذن الله سبحانه وتعالى. 21 صفة للثراء. خليك طيب. الكاتب مين؟ مين الكاتب؟ الكاتبة بيجيك مقول. خليك معانا وإن شاء الله بعد شوية بعد ما نعدي شوية كم صفة ممكن نرجع نتكلم عنها ثاني مرة ونمشي عليهم على السريع. طيب طيب شكرا الله يعطيك العافية تسلم مدفوق. فنرجع نقول انه كانت الصفة الخامسة تتكلم عن الحسد وانه الحسد دائما يعني غير محمود وفي الغالب يأتي من اعتقاد انه ثروات نادرة وانه في حد اخذ حقك في الحياة او انه يعني حديثك عن نفسك باستحقاق عندك يكون غالبا منخفض وانه كثير من يعني من يتملق قلبه الحسد يفشل في هذه الحياه ويفشل. وفعلا كلنا احنا نشوف في الحياه كثير من الناس اللي عندها وعيال من نوع من الحسد وما تعالج نفسها وما تحاول انه تطور من نفسها وتكون ايجابيه اكثر ويكون عندها يعني ثقه بالله وايضا رضا بما قدر الله من اقدار وارزاق فغالبا يحسب المشاعر. فافضل الانسان يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى الخير للناس كلهم ويحب الخير للناس كلهم ويحب الخير لنفسه. الصفه السادسه كان تتكلم عن انه كل الثروات اللي تمنيتها في الماضي وراحت منك ممكن ترجع انه يعني عادي الحياه فيها فرص كثير. وانه كان تكلم عن كاتب او كاتبه والله نسيت كان عنده كتاب مهم جدا وعاجبها الكتاب وطريقتها فيه وظنها قالت الفكرة لشخص آخر وأخذ الفكرة وسوى الكتاب ونجح. كانت تشعر بالغيظ إنه كيف فكرتي راحت مني وأنا ما نجح وإنه هذه فرصة عمري كانت الفكرة وضيعتها فيها. وبعد فترة أحد الأصدقاء وكذا قال لها جرب فكرة ثانية كتاب ثاني وشيء ثاني الحياة مليئة بالفرص. وفعلا حاولت مره مرتين ثلاث لين نجح. ففي حياتك راح تمر في على اشياء وفرص تعتقد انه هذه فرصه حياتك اللي ما تتعود وانه راحت خلاص ما. غير صحيح. لازم تجرب مره مرتين وثلاث من حياتك اللي هي الفرص والله سبحانه وتعالى كريم وتعلم من فوات الفرصه وكن جاهز لفرصه جديده وحاول مره واثنين وثلاث والله سبحانه وتعالى يوفقك ويعني تستطيع ان تحصل الفرصه المناسبه لك ويعني تنعم بما تريد. طيب الصفة السابعة كانت تتكلم عن الصبر لا محدود يأتي بنتائج فورية وكان أعطت يعني مثال جيد. قالت لو أنت زرعت ثمرة أو يعني شيء في بيتك ومسكت الساعة وقعدت تطلب في الساعة وتناظر الساعة وتنتظر الزرع يطلع ايش حيصير؟ غالبا حكشوا حتحفر وتشوف ولا حتطلع البذره قبل ما تعيش. فلا تنتظر يعني انت لما تقوم ويعني تبحث عن فرص و
تنمية لنفسك وذاتك وثروتك، لا تعتقد أن النتائج تجي بسرعة، يجب أن تنتظر وتعطي الموضوع وقته حتى تستطيع أنه يعني نقول تأخذ وقتها الفرص حتى تنمو وتوصل للهدف اللي أنت تبغاه. فلا تستعجل، خلي الوقت ياخذ مجراه وانت سوي اللي عليك، نمي عاداتك ونمي ثقافتك وجرب الفرص وان شاء الله تثمر هذه البذور اللي انت بذرتها. ايضا تكلم عن حاجه جميله، كان تكلم عن انه انت مو لازم تعرف كيف حتجي لك الاشياء اللي تحتاجها، يجب ان تعرف ايش تبغى. ترى هذا شيء مهم، ليه؟ لانه غالبا اذا انت حددت ايش الاشياء اللي تبغاها غالبا تشوف الفرص قدامك اللي تجذب هذه الاشياء. عشان كذا هم يتكلموا عن قانون جذب كبير، انا اشوفه ايش فكرته. انت لو تبغى سياره معينه او شيء معين تبغى تشوفها في كل مكان في الشارع، لو عندك فرصه معينه او الاشياء اللي تريدها مو بس مال الثروه، كل شيء تحتاجه، علاقات، مال، سعاده، صحه، لما تبحث عنها بشكل جيد وتكون انت عارف ايش تبغى غالبا الفرص تنفتح لك وتكون جاهز. وتكلم انه في كثير من الناس غير جاهز للفرص، تكلم عن الناس، كان في الظاهر في اليابان كان في ناس يجيهم فلوس بالبريد ما يعرفون من وين، ما قدروا يستخدمونها، في ناس البنك اعطاهم فلوس بالخطا، بعدين راحوا البنك لا خلوه، ما قدروا، حسوا بالذنب ما قدروا يصرفون الفلوس هذه. فكان يتكلم عن الاستحقاق لازم يكون عالي، وانه انت لا تفكر كيف حتجي لك الفلوس. في الغالب الله سبحانه وتعالى، وهم طبعا يقولون الكون قدرك، يقول الله سبحانه وتعالى هو الرزاق هو اللي حيتكفل بهذا الشيء. لا تشغل بالك كثير انه هذا تكون هبل، وانا طبعا مع وضد انه اوكي اعرف ايش تبغى واسعى له، باذن الله لما تكون فرصه قدامك حتستطيع تشوف الفرصه وتطرق هذه الفرصه. طيب ايضا هنا كلام جميل، اقول لحظه بس، ايوه هنا تتكلم الكاتبه عن انه كل ما كنت سخي كريم غالبا تزيد ثروتك، كل ما كنت تحاول تساعد الاخرين وتقدم اشياء ذات قيمه من غير شروط غالبا تشعر بالثراء والحماس وتقدر ذاتك. ايضا قال ان انت تقدم اشياء على الانترنت وعلى تويتر وعلى اليوتيوب وتقدم لاخرين بلا مقابل وتتبرع وكذا واشياء زي هذه، في الغالب يفتح لك فرص والناس تشوفك اكثر والناس تحب الناس المعطاءة وغالبا تنفتح لها فرص جيدة. بعدين لما تكلم عن الصفة العاشرة قال انه أو قالت المؤلفة أن كل ما كانت وين الألوان الطيف، كانت تقول أن المشاعر الدينية والعواطف الدينية عبارة عن زي طيف الرحمن والقرشبوس أو الردوف، كانت تقول أن يجب أن كل ما تتمتع يعني بقلب مشاعر جميلة وتفاؤل وأمل، كل ما كنت يعني تقدر على هزيمة المشاعر والعواطف السلبية وتبدد الشعور بالنقص. وكانت هي رسمت زي الافياش سويتشز، اربع سويتشز بالرسمه، كانت 10 سويتشز مربوطه بحبل، كانت تقول غالبا العواطف الايجابيه تشتغل مع بعض وتطفي مع بعض. كانت تقول انه يعني هنا اشوف شلون حاطه هي الافياش هذه وحاطه فيه الخيط هذا والخيط هذا، هي تشتغل تطلع مع بعض، وكاتبه فيه ان الوفره وعكسها النقص، والإيمان عكس الخوف، والامتنان عكس الاكتئاب، والحب عكس الكراهية. كانت تقول لما يكون عندك مشاعر إيجابية وفعلتها في الغالب ترتفع كل مشاعرك الإيجابية مع بعض، وهذا شيء صحيح وجميل كلنا نشاهده، وغالبا الإيجابيين يكون عندهم صفات جميلة مع بعض وترتفع هذه الصفات الجميلة مع بعض.
إذا في أحد يحب يناقش شيء الآن ممكن ناخذ يعني 5 دقائق كذا، لو في أحد في باله شيء يبغى يسأل سؤال أو في حاجة علمته في الكتاب أثناء ما كان يقرأ. لما تكلمت أستاذ علي عن العطاء يعني بدون مقابل، فأنا تذكرت شاركت في معرض، يعني في معرض جمعية أعمال، كان جنبي شخصين اثنين زوج وزوجته كانوا بيبيعوا وحاطين ما شاء الله تبارك الله سبيل ما قبض صدقة ما مجاني، فما شاء الله كان الزبائن بيجوا عليهم بشكل غير طبيعي يعني ما شاء الله تبارك الله، هذا كان له أثر عليهم، زادت مبيعاتهم ما شاء الله والأرباح ما شاء الله يعني جدا، وخلاني أقتبس من تجربتهم هذه إن شاء الله راح أسوي هذه التجربة في معارض ثانية بإذن الله. فجدا كانت تجربة جميلة، الماء بالذات سبيل جميل جدا. صحيح. الأشياء هذه حتى احنا كمسلمين عندنا الصدقة والاستغفار وحب الخير والبعد عن الكبائر والبحث عن البركة والدعاء، والأشياء هذه كلها تفتح الرزق وتفتح أبواب الرزق. ففعلا العطاء في الغالب يقود لعطاء أكبر وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نفس الكلام اللي قلنا قبل شوي، المشاعر السلبية تعمل عكس المشاعر الإيجابية، وكان يمثلها بجدول المياه في المزارع، لما ترمي الحجر فيه غالبا تلاقي تدفق المياه أقل وصعب، وكان يتكلم عن مشاعر مثل الغضب والحزن والخوف والغيرة، وكلها يعني مشاعر سلبية. ونفس فكرة السويتش، لما يشتغل واحد منا يشغل المشاعر الثانية السلبية، فتكون في نوع من الهبوط في مشاعرك مع بعض. فحاول تكون واعي بمشاعرك. وأنا عجبني اقترحت أن يكون عندك زي الكاليندر فيها مراقبة المشاعر، تراقب مشاعرك متى تكون زعلان، متى تكون مبسوط، إيش يعني المشاعر الإيجابية اللي حسيتها بأي وقت، إيش اللي كان فيه، وحاول تحطها كأنها في بالانس شيت، حطتها حاط المشاعر الإيجابية وقسمتها الأصول للمشاعر، توقع ذكرتها في فصل ثاني، ولكن قالت لازم تضع قائمة بأصولك أو مشاعرك الإيجابية وأفعالك الإيجابية ومشاعرك وأفعالك السلبية، بحيث تقارن بينهم وتعدل عليهم كل شيء. الصفة 12 أنه غالباً إن رغبتك بمساعدة شخص آخر يخلق كثير من الوفرة، يعني فكل إنسان يحاول يساعد الآخرين ويشارك الثراء معهم ويعلمهم ويتعلم معهم، فغالباً يخلق. وتذكروا أن الثراء، لما نتكلم عن الثراء ما نتكلم بس عن المال، الثراء بالحب، بالمشاعر، بالمال، بالعلاقات، بأشياء كثيرة. وتكلمت النوع من العطاء أيضاً الابتسامة في وجه الآخرين، فقالت هي أنا كل ما أشوف زوجين أبنائهم يبكون وعندهم مشكلة مع الطفل الرضيع حاول أضحك ويعني ألطف الجو لهم لأنهم يكونون تنست كذا ومو عارفين يسوون. فكن إيجابي ومعطاء بكل ما تستطيع. بعدين جاء هنا كلام جيد عن الشعور بالامتنان والتقدير تجاه حركة الحراك الأخرى. دائما الامتنان، دائما وإن شكرت لأجل الله. الإنسان الشكور والذي يعني يشعر بالامتنان ويعني يشعر بعطاء الآخرين وعنده تقدير له، غالبا حتى الآخرين يبصون إلى يعني أنفقوا عليه وأعطوه. أما الإنسان الجاحد أو يطلب دائما العطاء بشكل منفر أو يعني بغير امتنان، غالبا يفقد هذه الجاذبية. وطبعا احنا كمسلمين العطاء لله سبحانه وتعالى من اجل الله مو عشان الاشياء الايجابيه، بس معروف الانسان اللي يكون عنده امتنان وعنده شكر لله ورضا في الغالب يكون انسان ايجابي والناس تحبه وتحاول يعني ان خلينا نقول تتعامل معه. انا قاعد اتذكر موقف قالت تكلمت عنه الكاتبه عن أشياء إيجابية وكيف إنه يعني في أشياء جيدة إذا كنت مشاعرك إيجابية. كانت هي أعتقد راحت البارتي بالمواقف حق سيارات المطار وقفتها 24 ساعة، لما رجعت لقت الفاتورة مرة غالية شيء غير معقول، وكان الرجل اللي على الشباك اللي حاسب
لطيف جدا، يضحك ويقول لها اكيد ما توقعت هذا السعر، يلا زي اللي يقول تعيشي تاكلي غيرها، وبدا يلاطفها ولو بدا يقول ما في احد يحب يدفع هذا المبلغ على يوم وكذا. هي تقول كنت في حاله حنق، ودقيقه او دقيقتين وامتص هذا الغضب وحول مشاعر حلوه، ودفعت له تبس او بحشيش زياده وكنت طالعه مبسوطه. وقلت في نفسي لو حصل يوم وقابلت هذا الشخص ابغى يشتغل عندي، لانه هذا الشخص في مكان يعني مغلق عليه بغرفه صغيره وظروف سيئه، ومع ذلك استطاع يخلق جو جيد، واكيد كل اللي يجونه زعلانين لانه يدفع مبالغ طائله على المواقف، واستطاع يمتص هذا الغضب. ما قال انه انا كل اللي يجوني يقول نفس الكلام. فحاولت تبحث عنه بعدين عشان توظفه، تقول لو كان حوظفه كانت تقول كيف كذا تخلق الفرص. ايضا قالت انه انت تكون مغناطيس يعني للفرص لما تؤمن بالفرص، الفرص موجوده، لانه احيانا الفرصه تكون قدامك وانت ما انت شايفها. واعتقد هنا تكلمت عن فيلم اللي اسمه Pursue Your Happiness، ما اعرف اذا في حد منكم شافه، ويل سميث. اللي شاف الفيلم وكيف كان ويل سميث يصارع من اجل ابنه والحياه، وما كان لاقي مكان ينام فيه، وناموا في تتذكر الله يكرمكم في برد المياه في المترو، وكيف انه ما استفاد من يمكن يكون في تشابتر ثاني قد اكون خلطت القصص، لكن ما استفاد من الموارد اللي عنده. اللي كانت تقول كان ممكن يسأل احد اصدقائه، كان ممكن يطرق احد الابواب يحاول احد يساعده، او يستأذن احد انه ينومه ليله لين يلاقي له فرصه. كانت تقول كثير منا ما يستطيع او انه يشوف الفرص اللي قدامه او الموارد اللي قدامه ويستفيد منها، ونعتقد فقط الفرص والموارد في المال، انه في موارد كثيره غير المال نستطيع انه احنا يعني نستفيد منه. تكلمت ايضا عن لغه الثراء وانها قويه، وزي ما قلنا القدر مربوط بالمنطق. فكثير من الناس لما يتكلم بشكل سلبي عن نفسه وعن وضعه المالي يخلق هذه المشاعر، وفعلا يكون وضعه سيء. لكن يكون متفائل ويتكلم بشكل ايجابي في الغالب وضعه يكون جيد وايجابي. ايضا كانت تقول انه انت تعرف انت ايش تبغى وتطلب، تحاول انه يعني يكون فيه طلب للرزق، مو بس انه انا ابغى الاشياء هذه بس، لازم تسعى وتحاول ان انت يعني تبحث عن طريق الوصول الى ما تريد، مو بس انه هي رغبات وكذا. ومع الوقت حتستطيع انه انت تصل لرغباتك وتحققها باذن الله. اما هنا الصفه ال 17 انه يجب أن تعرف قيمتك المفردة بشأن الثروة. وأتذكر قصة عن زوج وزوجته، كيف كانوا بينهم خلاف مالي، هي تبغى سيارة فارهة وهم يستطيعون يشترون هذه السيارة الفارهة، فيما لو زوجها ترقى وحصل على الترقية، لو أخذوها الحين وما ترقى زوجها راح يكون في مشكلة كبيرة. فكان يقول انه يجب ان تعرف انه انت تقتنع بقناعاتك وتقتنع بقناعات الاخرين، كل واحد له قناعاته وتفرده، وتصبر الى ان تكون يعني في وضع كلكم تكون مرتاحين وتستطيعون انكم يعني تساعدون بعض بهذا المواقف، و تتقبلون التفرد والاختلاف وتعملون مع بعض للنجاح. هذا تقريبا فكرة. وهنا لما تكلمت عن وفرة الموارد المتاحة، أحيانا الموارد تكون أشياء قدامنا ولكن ما نشوفها، لأن إحنا يعني ما تعودنا نشوفها. لازم تعود شو نظرك على إيجاد الفرص، وإن الفرص موجودة في كل مكان، تصير تطرق الأبواب وتتصيد هذه. تكلم انه الثروه على تاخذ عده اشكال كثيره، مو بس المال، انه تخلص مشاعر السلبيه ومحاوله يعني تعود على مظاهر الثراء، والبحث عن الثروه في كل مكان، بعلاقات، بصحه،
معرفة، كل هذه تزيد من الثروة. أيضا قال حتى التمتع بالحكمة يمكنك من الثروة. تكلمت عن قد يكون عندك أحد كبار السن وأنت تكون عندك حكمة وتستطيع بهذه الحكمة أنه تصدر أحكام جيدة على ظروف الحياة ومنها تصل للنجاح، من هذا النوع من الثروة. أيضا لما تكون واعي بالثروة تقودك أفعال إنشاء تزيد الثروة. وتكلمت أنه أنت تكون واعي باللي قاعد يصير حولك، تستطيع تخير الناس اللي تكلمهم وتشرح لهم عن ظروفك ويساعدونك بالتخطيط وتواصل معاهم. لا تتكلم مع الناس اللي ما تشعر بارتياح لهم أو يستنقصون من أفكارك أو أنك تحس أنهم ما عندهم نفس القيم اللي عندك من ناحية المال، فلا تضيع وقتك معاهم، لا تخليهم يمتصون طاقتك، وحاول أن تتفرد بخطتك لوحدك مع من يوافقك على هذا. هذا تقريبا ملخص الكتاب فكرته، إن شاء الله أكون قدمت لكم شيء خفيف عليكم وسريع، ملخص جيد للكتاب. وهذه باركودات التواصل صون في تويتر والإيميل والواتساب والتليفون والويب سايت، يريد تصورونها وتواصلون معنا، نكون يعني سعيدين بتواجدكم. نقدم استشارات مالية ويوجد دورات مالية. هذا تقريبا كل ما لدي. إذا في حد عنده مشاركة أو شيء حيا الله، هذا الوقت المناسب. وسعيد جدا بوجودي بينكم، وشكرا لاستماعكم، إن شاء الله تكونوا مستفيدين. في حد عنده شيء وشاركوا معنا ولا خلاص؟ طيب تابعونا على تويتر، وياليت تردون بهذا يعني نقول الحدث اللي صار، وتشجعون الناس على تبادل التعارف. هذا البركة على تويتر، ونسعد بوجودكم بيننا، وإن شاء الله نراكم قريب في كتاب آخر ثاني مع كتاب آخر. حياكم الله وأهلا وسهلا.